بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول محاضرة لنا في الجنرال إمبريولوجي. الإمبريولوجي هو علم بنحكي فيه الستوري أو القصة بتاعت نشأة الإنسان أو خلق الإنسان. إحنا عندنا بتبتدي القصة بسبيرم وأوفم، ويمكن قبل السبيرم والأوفم إزاي بيكون السبيرم وإزاي بيكون الأوفم وإزاي بتنتقل الصفات الوراثية من الأب والأم للجنين. بعد كده بيكون الجنين داخل الرحم، وبعد كده بيبتدي ينمو، بتتكون الأعضاء والأورجنز المختلفة في الجسم. الإمبريولوجي بينقسم لقسمين كبار: جنرال إمبريولوجي اللي هو إحنا هندرسه السنة دي، اللي هو من قلنا من أول السبيرم والأوفم وتكوين الزيجوت والديفلوبمنت بتاع البيبي انسايد ذا يوترس في البدايات بتاعته، وسبيشال امبريولوجي كل سيستم هيكون ازاي، كاوت واسكر هيكون ازاي، النيرفس سيستم هيكون ازاي، اليو جنتل هيكون ازاي. والسبيشال امبريولوجي ده هنعرفه مع كل سيستم او كل مديول في السنوات القادمه. هناخد فكره بسيطه على الميل والفيميل وبرودكتيف سيستم. نيجي نتكلم على الفيميل وبرودكتيف سيستم. الفيميل وبرودكتيف سيستم بيكون من ايه؟ بيكون من اليوترس، ده اليوترس، ده كورنال سيكشن في اليوترس، طب اليوترس نفسه بيكون من ايه؟ بيكون من الجزء اللي فوق ده بيسموه الفاندس. والجزء اللي في الميدل ده بيسموه البادي. اما الجزء اللي في الاخر ده خالص بيسموه السيرفكس، اللي هو عنق الرحم. اليوترس نازل منه ماسكولار تيوب اسمها الفاجينا. لاترال لليوترس في عندي تيوب اسمها فالوبيان تيوب او اليوتراين تيوب. وفي اللاترال وول اوف ذا بيلفيس في اورجان اسمه الاوفري. الاوفري طبعا الفانكشن بتاعته ان هو بروديوس الاوفم، وكمان بيديوس الفيميل سكس هرمونز زي البروجستيرون والاستروجين. الفلوبيان تيوب او اليوتراين تيوب، دي اليوتراين تيوب اهي، بتتكون من اربع اجزاء. الجزء الموست لاترال ده بيسموه انفانديبولم، ويبقى طالع منه كده اهداب بيسموها فامبيريا. فامبريا دي فايدتها انها بيك اب ذا اوفر افتر اوفيوليشن. بعد الانفانديبلم عندنا جزء اسمه امبولا، الجزء ده سموه الامبولا. الامبولا دي السايت اوف فيرتلايزيشن، لان احنا عندنا السبيرم بيبقى جاي من الفاجينا وكروس اليوترس وانتر الفالوبيان تيوب وميت الاوفم عند في الامبولا عشان يحصل عمليه الايه؟ الفيرتلايزيشن. عمليه الفيرتلايزيشن لما تحصل بيبقى ينتج عنها زيجوت. الزيجوت ده بيمشي في الفالوبيان تيوب ويروح اليوترس عشان يحصل له الامبلانتيشن ويبتدي مرحله البريجنانس. الول بتاع اليوترس بتتكون من 3 layers. لو رسمنا كده كأننا في cross section في اليوترس، الطبقة الخارجية دي بيسموها بيري متريوم، وبيليها على طول طبقة تانية
هي الطبقة باللون الأخضر دي بيسموها مايو متريم. مايو يعني إيه؟ يعني مصل. وبعد كده بيبقى في الطبقة الداخلية بيسموها اندو متريم. يبقى عندي 3 لايرز. الاندوميتريوم دي الميكوزا اللي جوه اللي بتبطن اليوترس، وطبعا دي ليها فوائد كتير قوي. بيحصل لها طبعا بروفريشن او بتكبر او ساعه البريجنانسي، بيحصل لها شيتنج افري مانث في المنستريشن او منسترال سايكل. طبعا المايوميتريوم دي الماسكولا وول بتاع اليوترس، طبعا بتلعب دور كبير قوي اثناء البريجنانسي عشان تحافظ على اليوترس، تحافظ على البيبي. واثناء الليبر بيحصل لها كونتراكشن عشان بوش اب ذا بيبي اوت سايد. الطبقة الخارجية البيميتيوم دي طبقة خارجية جاست كفرنج لليوترس. عندنا في الفيميل سكس اورجان اول حاجة عندنا ده الاوفري. الاوفري ده اورجان موجود في السايد وول او ذا بلفس. بعد الاوفري عندي تيوب اهي اسمها يوتراين تيوب او فاليبيان تيوب. بعد كده عندنا اليوترس اللي هو الرحم، وبعد كده عندنا قناة اسمها الفاجينا كونكتد للايه؟ لليوترس. عشان نعرف بقية الاناتومي الموجود في المنطقة دي، عندنا هنا دي اليورينري بلادر اللي هي المثانة، وخلف اليوترس عندنا الريكتم والانال كانال. ادينا الانال كانال والريكتم من فوق كده. موست انتير او من امام في عندنا بون اسمها بيوبيك بون. اول حاجه عندنا الاوفري. الاوفري ده يعتبر الفيميل سكس جلاند، موجود في السايد وول او ذا بلبس. طبعا احنا شايفين في الصوره انه كونكتد باليوترس، لكن ده ليجامنت يعني مش تيوب ولا حاجه. طب ايه الفانكشن بتاع الاوفري؟ الاوفري بيديوس الفيميل جاميتس اللي هي الاوسايت او الاوفا، وكمان سكريتس الفيميل سكس هرمونز زي الاستروجين والبروجسترون. بعد كده عندنا اليوتراين تيوب او الفالوبيان تيوب. الفالوبيان تيوب دي بتتكون من 4 بارتس. اول جزء ده بيسموه الانفانديبولم. الانفانديبولم يعني البهو او الاستقبال. والانفانديبولم ده طلع منه اهداب. اهداب اللي هي الايه؟ اللي عامله زي الفينجر لايك بروجيكشن دي. دي بيسموها فامبيريا. الفالوبيان تيوب مفيش بينها وبين الاوفري دايركت كونتاكت. يعني مش ماسكه في الاوفري. امال ايه اللي بيحصل؟ ديورنج اوفيوليشن الاوفر بتطلع من السيرفيس اوف ذا اوفري، بيقوم جايه الفامبيريا دي تعمل لها بيك اب وتاخدها جوه الايه؟ اليوتراين تيوب. يبقى اول جزء اتكلمنا عليه اللي هو الايه؟ انفانديبلم اللي ماسك فيه الفامبيريا اللي هي الاهداب. الجزء الثاني اسمه امبولا. الامبولا دي اللي هي المكان ده، ده الوايدست بارت اوف سفالوبيان تيوب، وده السايت اوف فيرتلايزيشن. يعني السبيرم بيبقى جاي من اليوترس بيوصل للمكان ده، وبتبقى الاوفن برضك جايه من الاوفر وبتوصل المكان ده، وبيحصل هنا الفيرتلايزيشن وبيكون الزيجوت. الزيجوت ده بينتقل من خلال اليوتراين تيوب برضك لحد ما يوصل للايه؟ لليوترس بعد كده. الجزء الثالث اسمه الاثمس او العنق، والجزء الرابع بيسموه انتراميورال بارك او يوتراين بارك. ليه سموه انتر يوتراين او انتر ميورال؟ لما نيجي نشوف الصوره ليه انسايد ذا يوترس، جوه اليوترس، اللي كان سموه كده ايه؟ انتر يوتراين او انتر يوتراين او انتر ميورال بارك. يبقى اهم جزئين في الفالوبيان تيوب هو الانفانديبولم اللي هو الجزء الاستقبال اللي فيه فامبيريا اللي بيك اب ذا اوفن، والامبولا اللي بيحصل فيها الفيرتلايزيشن. طبعا اليوتراين تيوب دي فيها ماسكولار لاير وفيها البثيليوم بتاعها في اهداب عشان يساعد على حركه الزيجوت ويتحركوا ناحيه اليوترس. ادي نشوف الدياجرام ده، ادي عندنا ادي الاوفري اهو،
وادي اول جزء اللي هو الفامبيريا، عندنا الجزء البرون الاخضر ده اللي هو الانفانديبولا، وبعد هنا الامبولا اللي بيحصل فيها فيرتلايزيشن والزيجوت فورميشن، وبعد كده هنا الاثمس. الانترميورال بارت بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود بنكمل المكان ده كده، يبقى هنا الايه الانترميورال بارت. بعد كده عندنا اليوترس. اليوترس بيتكون من ايه؟ بيتكون من الجزء ده بيسموه الفندس، والجزء اللي تحته بيسموه البادي، والجزء تحت بيسموه السيرفكس. السيرفكس اللي ايه؟ عنق الرحم. طب اليوترس ده الوول بتاعته بتتكون من ايه؟ بتتكون من 3 layers from internally to externally. اول layer دي الميكوزا، يمكن لما تاخده في الهيستولوجي النسيج اللي بيبطن الرحم بيسموه اندوميتريوم. الاندوميتريوم ده اللي بيحصل في الامبلانتيشن بتاع الامبيريوم، وكمان every month في الفيميز طبعا بيحصل منسترال سايكل، فبيحصل شيدنج الاندوميتريوم ده every month during a menstrual cycle. تاني layer اللي هي layer دي بيسموها مايوميتريوم. مايو يعني عضلات، وطبعا اليوترس محتاج مصل مهم جدا اثناء البريجنانسي عشان يقدر كاري اوت البيبي. البيبي بيوصل لحد 3 كيلو جرامز تقريبا في نهايه البريجنانسي، وكمان during labor عشان يعمل contraction عشان يعمل pushing للايه للبيبي داون. ثالث layer اللي هي الطبقه الخارجيه من بره دي، الطبقه الخارجيه بيسموها بيريميتريوم. بيري يعني خارج او حول، اللي هي بتحوط الايه اليوترس from outside. اخر حاجه في الفيميل سكس اورجان اللي هي ماسكولار تيوب بيسموها الفاجينا، ودي كونكتنج فروم اوتسايد ذا بودي تو ذا ايه يوترس. نيجي نتكلم على الميل جينيتال سيستم. نيجي نتكلم على الميل سكس اورجان. هنا نعمل كروس سكشن في البلبس، فعندنا انتيولي عظمه اسمها البيوبيك بون اللي هي عظمه الحوض، اسمها بيوبيك بون. خلفها مباشرة في المثانة اللي هي اليوناري بلادر، المثانة طبعا خارج منها اليوريثرا اللي هو مجرى البول، ومحوط المثانة في عندي جلاند محوطة اللي هنا اليوريثرا بعد ما تخرج من المثانه مباشره. الجلاند دي اسمها بروستيت جلاند. اسمها ايه؟ بروستيت جلاند دي محوطه اليوريثرا. عندنا باج او سايد ذا بادي اسمها السكروتم. انت طبعا السكروتم جواها التستس اللي هي الميل سكس اورجان اللي هي بيديوس السبرم وبيديوس الميل سكس هرمون اللي هو اسمه التستوستيرون. طب السبرم موجوده في التستس تتنقل ازاي لحد ما توصل لليوريثرا؟ تتنقل عن طريق ان انا عندي حاجه اسمها ايبيديديمس، ده بنسميه ايبيديديمس. يبقى ليه بيديدمس ده؟ فايدته ان هو ترانسبورت للسبرم، لكن السبرم بتقعد فيه فتره لحد ما يحصل لها ماتيوريشن، بتقعد فيه اباوت 2 مانث عشان يحصل لها ماتيوريشن. بعد الابيديدمس بيبقى ماسك فيه حاجه اسمها الفاز ديفرنس، اللي هو بيسموه الوعاء الناقل. فاز ديفرنس ده بيوصل كده، وعندي جلاند بوستيريو لليوناري بلادر اسمها سيمينال فيسكلز. سيمينال فيسكل دي تتحد مع الفاز ديفرنس عشان الاثنين مع بعض يعملوا حاجه اسمها ايجاكولاتوري داكت. ايجاكولاتوري داكت دي تفتح في البوستيت جلاند او تفتح في البروستاتيك يوريثرا عشان ترانسبورت السبرم من التستس لحد اليوريثرا. يبقى انا عندي كده
ادي التستس رقم واحد اللي هي السكريت سباب، يتنقل في رقم 2 اللي هو الابيديديمس، رقم 3 الباز ديفرنس، بعد كده يجي له سكريشن من هنا من السيمينال فيسكلز على السبيرم اللي جاي من الباز ديفرنس، والاثنين يتحدوا مع بعض عشان ايه يعملوا حاجه اسمها ايجاكولات دكت اللي هي الايه بتدوس السبيرم. تيجي البوستيت جلاند هي كمان تاد سكريشن للسيمن، فيتحوش هنا، يبقى هنا وصل لي السيمن اللي هنا كله في سكريشن في سبيرم رقم واحد، وفي سكريشن من السيمينال فيسكل، وفي سكريشن من البروستاتيك جلاند. من جينيتال سيستم احنا عندنا في باج او سايز ذا بادي اسمها سكروتوم. السكروتوم دي جواها التستس، التستس طبعا الميل 6 جلاند اللي هي سكريتس التستوستيرون اللي هو الميل 6 هرمون، وكمان بيديوس السبيرم. طب ليه التستس موجود اوتسايد ذا بادي؟ عشان عمليه السبرماتوجينيسيس بتحتاج اوبتيمم تمبريتشر، فالتستس او انسايد ذا بادي هتبقى التمبريتشر عاليه عليها، فبالتالي مش هيحصل عمليه السبرماتوجينيسيس. طب السبيرم التستس بيدوس سبيرم، السبيرم دي بتتنقل ازاي؟ اول حاجه زي ما شايفين هنا حاجه اسمها ابيديديمس. الابيديديمس ده الفانكشن بتاعته بيعمل ترانسبورت للسبيرم، وكمان بيعمل ماتيوريشن للسبيرم، يعني السبيرم بتقعد فيه فتره عشان لحد ما يحصل لها ايه ماتيوريشن، يعني مش على طول بتتنقل من التستس للفاز ديفرنس، لا بتقعد فتره وتتحرك ببطء جدا داخل الابيديديمس لحد ما توصل للمحل بعدها اللي اسمها الفاز ديفرنس. بعد كده عندنا ده بيسموه الفاز ديفرنس، بيطلع يدخل البلفس اللي هو الحوض، ويجي بهايند اليورينري بلادر. دي اليورينري بلادر اللي هي الايه المثانة. بهايند اليورينري بلادر عندي جلاند تانية، الجلاند التانية دي اسمها ايه؟ اسمها سيمينال فيسكلز. سيمينال فيسكل دي الفانكشن بتاعتها انها سكريت الكلاين سكريشن، فيها ايه فراكتوز عشان النورشمنت اوف ايه السبير. نيجي الفاس ديفرنس يتحد مع السيمينال فيسكلز عشان يعملوا لي ضغط ثانيه، الضغط دي اسمها ايجاكولاتوري ضغط، اسمها ايه ايجاكولاتوري ضغط. طب الايجاكولاتوري ضغط دي معديه فين؟ ذكرت الضغط دي معديه في جلاند هنا، الجلاند دي محوطالي بدايه اليوريثرا، الجلاند دي اسمها بروستيت جلاند. بروستيت جلاند برضك سكريت سكريشن ادت للفلويد اللي جاي لي من هنا، الفلويد ده فيه سبيرم جايه من الفاز ديفرنس، وفي سيمينال فلويد جاي من سيمينال فيسكلز، وكمان البروستاتيك فلويد، يتجمعوا كلهم هنا مع بعض عشان هنا يتكون السيمن او اللي هو الايه السائل المنوي، عشان كله يتجمع هنا ويحصل له ايجاكوليشن. يبقى انا عندي المسار بتاع السبيرم بيعدي في الابيديدمس رقم واحد، وبعد كده بيعدي في الباس ديفرنس نمبر 2. الباس ديفرنس بيتحد مع السيمينال فيسكل عشان يعملوا مع بعض ايه ايجاكولاتوري دكت، والايجاكولاتوري دكت بتفتح في البروستاتيك يوريث. طب التستس دي بتتكون من ايه؟ التستس دي كفرت بثيك كبسول، ثيك كبسول او فايبر ستيشن بره، الكبسول ده سند سته كده انسايد زي التستس. السته دي بروفايد التستس تو انتو البيول. طب البيول دي جواها ايه؟ البيول دي جواها تيوبيول او داكتس اسمها سيمينيفرس تيوبيولز اللي هي موجوده هنا دي. سيمينيفرس تيوبيول دي طبعا بتتجمع عشان تعمل لي كده شبكة بيسموها ريت تستس. الريت تستس دي بيطلع منها داكتيول صغيرة اسمها افرنت داكتيول، اسمها ايه افرنت داكتيول. الافرنت داكتيول دي تتجمع عشان
open في epididymis. الابيديدمس طبعا ده بيسموه الجزء ده بيسموه الهيد، وبعد كده البادي الجزء اللي بعد ده، وبعد كده في التيل بتاع الابيديدمس، وبعد كده الابيديدمس بيكمل بالجزء اللي بعده اللي اسمه الايه الفاس ديفرنس، ده الايه الفاس ديفرنس. طب لو احنا عملنا كروس سكشن في التستس كده ونشوف هيستولوجيكالي تحت الميكروسكوب هنشوف ايه؟ ادي التستس متقسمه اللوبس زي ما قلت لكم، بتقسم اللوبس بالسته اللي جواها. طب لو جينا نكبر كده اللوب ونشوف جواه ايه، اللوب جواه السيمينيفرس تيبيول، ادي السيمينيفرس تيبيول والسيمينيفرس تيبيول، ادي واحده مثلا وادي الثانيه جنبها اهي وادي الثالثه وهكذا. التيبيول دي جواها طبعا هي فانكشن بتاعتها انها بتدوس السبيرم، السبيرم دي بتتكون في خطوات وتايبس مختلفه من السيلز، فكل السيلز اللي احنا شايفينها جوه التيبول دي الديفرنت تايب اوف ايه او ديفرنت ستيجز اوف ايه سبيرماتوجينيسيس اللي احنا هنشرحها بعدين بعد كده. طب ما بين السيمينيفرس تيبول والسيمينيفرس تيبول في سبيس بيسموه انترستيشيال تيشو. الانترستيشيال تيشو ده في سيل اسمها ليج سيل اللي هي سيكريتس التستوستيرون. يبقى الانترستيشيال تيشو في انترستيشيال سيل اوف ليدز اللي بتسكريت التستوستيرون اللي هو السكس هرمون او الميل سكس هرمون، والسيمينيفرس تيبيول نفسها الفانكشن بتاعتها انها ايه؟ بيديوس السبيرم. يبقى ان سمري اتكلمنا النهارده على الفيميل والميل وبدكتيف سيستم. الفيميل سيستم بيتكون من الاوفري اللي هي موجوده في السايد وول اوف ذا بلبس، وسكريت الفيميل سكس هرمون بروديوس الاوفر، وبعد كده عندنا اليوتراين تيوب او الفليبيان تيوب اللي هي فيها جزئين مهمين اللي هي الفامبيريا واللي هي من جزء من اجزاء الفاندبلم، والامبولا اللي هي بيحصل فيها الفيرتلايزيشن، وبعد كده عندنا اليوتراس اللي بيتكون من ثلاث اجزاء فندس وبادي وسيرفكس، والسيرفكس بعد كده اليوتراس فيه منه كنال اسمها الفاجاين. عندنا في الميل سكس اورجان عندنا السكوتم اللي تعتبر باك او سايد ذا بودي، انسايد ات في عندي التستس اللي هي الميل سكس اورجان اللي هي بروديوس سبيرم وسكريت التستوستيرون، بعد كده عندنا اورجان اسمه الابيديدمس او دكت يعني، الابيديدمس ده ماسك بعد كده في الفاز ديفرنس، والفاز ديفرنس بيتحد مع حاجه اسمها سيمينال فيسكلز عشان يعملوا مع بعض حاجه اسمها ايه؟ ايجاكولاتري دكت. الجاكولاتي داكت دي اوبن في البروستاتيك يوريثرا اللي هي موجوده في البروستيت جلاند اللي هي محوطه لي بدايه الميل يوريثرا. Thank you and see you in the next lecture.